تنضم إلينا من سوتشي مراسلتنا أريج محمد، ومن اسطنبول أيضا لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسلنا محمد المشهراوي. سأبدأ معك محمد، ومن هذا الإعلان الذي وصفه الرئيس أردوغان بأنه سيكون مهم فيما يتعلق باتفاق الحبوب، هل ذهب من أنقرة مع اتفاق ربما أو مع مقترحات سيقبل بها برأيكم الرئيس الروسي؟ وربما ذلك تفسيره أن الرئيس أردوغان قد حصل على موافقة وقبول روسي بتمديد هذا الاتفاق وفق المقترحات التي سبقه بحملها إلى موسكو وزير الخارجية هاكان فيدان الأسبوع الماضي. تلك المقترحات تتضمن وفق مصادر تركية استجابة أممية غربية للشروط والمطالب الروسية لتمكينها من تصدير حبوبها وأسمدتها عبر ممر الحبوب، وهو السبب الذي منع روسيا من قبول تمديد العمل بتلك الاتفاقية منذ شهرين. لذلك يبدو الرئيس أردوغان متفائلا أكثر هذه المرة بقبول روسيا للتمديد، وأطلق هذا التصريح بناء على هذا التفاؤل وبناء على هذه المعطيات. ثمة أيضا ملفات مهمة أخرى يتطرق إليها اللقاء الجاري في سوتشي، وهي تتعلق بملف الطاقة والغاز الطبيعي. هذا الملف الذي تتطلع تركيا لأن تحقق فيه تقدما ملموسا بعد هذا اللقاء، لا سيما في محطة أكوي للطاقة النووية، وهي محطة يجري العمل عليها منذ فترة طويلة مع موسكو، إلى جانب أن تكون محطة توزيع الغاز إلى أوروبا، يعني يجري دراسة تشغيل هذه المحطة لتمكين واردات الغاز الروسي إلى أوروبا وتفادي تجدد أزمة الغاز في أوروبا مع حلول الشتاء المقبل، إلى جانب ملفات أمنية تتعلق بالوضع الميداني في سوريا وفي العراق، لا سيما مع التطورات التي تشهدها مناطق في شمال سوريا من اشتباكات بين فصائل عربية وأخرى كردية. تركيا تقول إنها تراقب هذه التطورات وحتى الآن تبدي اهتماما كبيرا بالرغم من عدم تدخلها الميداني في هذه الاشتباكات، ولكن هنا وساطة تركية تقول إن مثل هذه التطورات ستكون حاضرة بقوة على جدول الأعمال، ولا بد من التنسيق المشترك بين أنقرة وموسكو حيال هذه التطورات إلى جانب العديد من الملفات الأخرى. إلى هذه الملفات أيضا نسأل عنها مراسلتنا من سوتشي أريج محمد. أريج، الملفات واضحة، الرؤى تقريبا متشابهة في بعض الملفات ومتباعدة في أخرى. نعم كارولينا، هو كذلك طبعا تشعب الملفات وكثرتها طبعا يشير إليه الاجتماع الذي عقد وانتهى منذ قليل بصيغة موسعة كما نقلت ووصفته وسائل الإعلام روسية، وكبت سير الجزء الأول من لقاء الرئيسين الروسي والتركي. طبعا بعض الصور المقتضبة جدا التي نقلت المشاركين في هذا الاجتماع عن الجانب التركي وزراء الخارجية والدفاع التركيين، وعن الجانب الروسي طبعا إلى جانب وزيري الدفاع والخارجية كان هناك أيضا مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، بالإضافة إلى مديرة المصرف المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا، بالإضافة إلى مدير صندوق الاستثمارات المباشر الروسي كيريل ديمتريف، ووزير الزراعة الروسي، إلى جانب مسؤولين روس آخرين من بينهم مدير وكالة الطاقة النووية الروسية روس آتم سيرجي ليخاتشوف. كل ذلك يشير إلى تشعب الملفات بالفعل التي تم التباحث حولها ويجري التباحث حولها خلال هذه القمة كارولينا، بدءا بموضوع الموضوع الأوكراني وتداعيات الموضوع الأوكراني فيما يتعلق بمصير اتفاق الحبوب، رغم تحفظ أحجام الجانب الروسي والمصادر الروسية الحديث عن أي مستقبل أو عن أي مصير يتعلق بهذا الاتفاق في ضوء التناقضات والتحفظات الروسية المعروفة، بالإضافة إلى الموضوع الأوكراني، موضوع تبادل الأسرى
موضوع التعاون الروسي التركي في مجال الطاقة، في مجال الزراعة، في مجال الاقتصاد والاستثمار، وأيضا الملفين السوري والليبي على ما يبدو أيضا حاضرا. فيما يتعلق بما ننتظره من مجريات لاحقة، هناك طبعا بيان مشترك أو إعلان مشترك للرئيسين مرتقب في ختام هذه المباحثات، يعقبها مؤتمر صحفي يجيب من خلاله الرئيسان الروسي والتركي على أسئلة الصحفيين. شكرا جزيلا لكما على المتابعة. من سوتشي أريج محمد، ومن اسطنبول محمد المشهراوي، شكرا جزيلا لكما.